هي بداية، لكن نتمنى يعني أن نستمر في أنشطة متعددة ومتنوعة طيلة السنة حول الهجرة المغربية، لأن مدينة النضور تعتبر مدينة الهجرة بامتياز. مدينة النضور يعني الآن لها تواجد ربما يعني في أكثر من نصف العالم عبر أبنائها. مدينة النضور أنتجت كفاءات عالية الموجودة في مدينة الهجرة، تذكر منهم نجاة بالقاسم وزيرة التعليم في فرنسا التي تنتمي إلى منطقة بنفيكا، كنذكر منهم السي أحمد بطالب رئيس عمدة مدينة روتردام الذي ينتمي إلى منطقة بني سيدان، كنذكر منهم فاضل العمال وزيرة الثقافة في منطقة في بلجيكا التي تنتمي أيضا لمنطقة بني سيدان. إذا هذه المنطقة ديال النضور أعطت كفاءة عالية أن تساهم يعني في رسم ليس فقط السياسة الوطنية لكن السياسات العالمية، لأنها موجودة في دول يعني تعتبر من الدول المتقدمة يعني فرنسا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا. فبغينا هذه يعني الكفاءات أن ينعكس يعني التأثير ديالها أو العطاء ديالها على هذه المدينة، لأن هذه المدينة تستحق الاهتمام ولها يعني تتوفر على مخزون بشري مهم، ولكن أيضا مخزون مادي مهم. يعني أشير إلى أنها المدينة الأولى فيما يتعلق بالتحويلات الجالية المغربية من ناحية العملة، ونود ونحب أن نرى الأثر ديال هذه التحويلات ديال العمال المغاربة في الخارج أو المغاربة بصفة عامة، لأن ما بقاوش عمال كنهضرو على كفاءات عالية، تنعكس إيجابيا على اقتصاديات المدينة. إذن أيضا نطالب أو من المؤسسات البنكية المقيمة في مدينة النضور أن تعطي الأهمية للتنمية المحلية، خاصة الآن عفوا كاينة جهوية للجانب المالي والمادي اللي يلعب دور مهم جدا في تنمية كل جهة. فنتمنى إن شاء الله أن هذه المدينة تحظى بالاهتمام يعني لدى القطاع البنكي المغربي اللي تعتبر أحد المدينة أحد الموردين الأساسيين للعملة الصعبة لهذه المؤسسة البنكية. اخترنا يعني كبداية لهذه التظاهرة الثقافية الخطابات المؤدية منذ 2005، باعتبار أن آخر خطاب ملكي كرس جزء كبير منه للهجرة وتحدث عن المعاناة التي تعرفها الهجرة، ومعاناة يعني عبر من خلال جلالة الملك عن تأثره من هذه المعاناة. فهذا المعرض يبين يعني بملموس ربما قد ننسى وقد ينسى بعض الناس هذه الخطابات التي يعني ألقاها صاحب الجلالة منذ 10 سنوات، وكلها يعني المتعلقة بميدان الهجرة. هناك خيط رابط بينها رسم الإطار للسياسات العمومية في ميدان الهجرة. فالخطاب الأخير ما كان إلا نوع من تحصيل حاصل في تفكير صاحب الجلالة في الهجرة. هذه الخطابات دي 10 سنوات تدل على أن الجالية المغربية تحظى باهتمام كبير ولها الأولوية في تفكير صاحب الجلالة، وأنه فعلا يتوفر على نظرة واعية ثاقبة متقدمة جدا. لأن أنا أكتشف عندما أقرأ هذه الخطابات 2005-2006 يعني يخول لأنها كتبت بالأمس أو اليوم أو ربما غدا، خطابات لا تتقدم مع الزمن باعتبار أنها تعبر عن الهموم وعن الآلام ولكن تفتح الآفاق. فنريد يعني من خلال هذه التظاهرة أن نفتح هذه الآفاق، وربما ستقرؤون النصوص هذه الخطابات الذي صاحب الجلالة يتحدث عن الإنسان المغربي في المهجر الذي هو إنسان يتفاعل إيجابيا مع الثقافات والحضارات الأخرى، يتحدث عن المغربي من هو الإنسان الصالح الذي يعمل الخير في كل مكان ولا يكون مصدر إزعاج لأحد، وإنما يكون مصدر ازدهار واطمئنان واستقرار لكل الناس ولكل المجتمعات. يتحدث عن مفهوم التساكن، يتحدث عن التعايش، يتحدث عن الشباب، يتحدث عن المرأة كما تحدث عن السياسات العمومية.
فهي حقيقة إطار مرجعي يجب أن يعتمد من طرف الكل لرسم السياسات العمومية والتعاقد مع الهجرة. فنريد أن نبدأ من هذه المدينة كما قلت أنها مدينة هجرة بامتياز، وكثير من أبنائها في المهجر وأنتجت كفاءات. نتمنى أن هذه الكفاءات وفي إطار مشروع مرشك الذي يعتبر مشروع رائد لنعتقد سيفتح آفاقا جديدة لهذه المدينة وللمنطقة وللمغرب، فنريد أن نكون أيضا من المساهمين وأن تكون الجالية المغربية من المساهمين في إنجاح هذا المشروع، لأن المطلوب منا جميعا مغاربة مقيمين بالداخل ومغاربة الخارج أن نعرف بما تزخر به بلادنا. وأعتقد أن أبناء النضور وبناته المقيمين في المهجر سيكونون أداة أو آلية لإدخال مشروع مرتشيكا إلى العالمية، إنهم يعيشون في كل بلدان العالم، فسيعرفون بها على أساس أننا نعمل بجهد، يعني نقوم بجهد في اتجاههم من أجل استقطاب اهتمامهم نحو هذا المشروع الذي نعول عليه كثيرا يعني كمواطنين في إطار الجهوية، لأن يجعل من هذه المنطقة يعني منطقة غنية، منطقة يعني متطورة، منطقة يعني تنمو بشكل سريع وبطبيعة الحال بمساهمة الجميع.